اكتشفت ان في ناس ما مش معهم عقول، ما مش عقول داخل عقلها. سنطر ربل. السلام عليكم يا شباب، شلونكم؟ ان شاء الله بخير. اوكي يا شباب، طبعا الله يشهد مشتاق لكم. فالمهم يا شباب، تعرفون بالفيديو السابق انه نمجة تاب محتواي طار يا شباب، محتواي راح من راح نمجاب محتواي. فالمهم يعني انا دخلت بحاله كتاب من نمجة ترك المحتوى الهابط والتنوره والمشبش. فالمهم يا شباب، طبعا جاي افتر بالتيك توك، فجاه لقيت نمجاد، فقلت شنو السالفه؟ معودها بحلم اني لو شنو؟ فركزت زين، طلع هذا مو نمجا، يعني يشبه نمجا، شبيه النمجا، نمجا 20 فريم. والصدمه شنو؟ انه نفس المحتوى بس هذا اسوأ. يعني شنو؟ ما تخافون يا شباب. طبعا على طاري شاجور الالعاب تم القاء القبض عليهم، طبعا هذا الشيء مفرح بالنسبه لي وبالنسبه للشعب العراقي على محتواهم الهابط. طبعا اللي يقول عدلوا محتواهم، ترى هم ما عدلوا محتواهم، يعني قبل كانوا يلعبون بالطين، هسه قاموا يفتحون بث ويجدون، يعني شنو الفرق؟ ما احس يعني اكو فرق كبير، بس تعرفون يعني انا منقهر بس على ابوهم واهلهم، يعني خطيه وبس. خلينا نرجع نشوف هذا الطرقاعه. اوكي، لما تكون فيم، شنو هاي فيم بوي؟ هاي طبعا ما اعرفها، فيم بوي من جماعه بي تي اس وذول، يعني النسمس وكيوت. بس عايش بالعراق وكل شباب العراق يزحفون عليك. What the hell؟ بعوجه بيطان تنمر. وثانيا شنو هاي الصوره اللي ماخذها؟ يعني انت تريد شوفنا خشمك مثلا؟ مصورنا خشمك؟ يا اخي المشكله لو حلو يعني عادي اكتب هيك حكي، بس وجهه ما ينطلع بيه، يعني وجهه خفيف غثيث. شباب طبعا ما اريد احكي عليه من اول فيديو، اريد اضم الحكي للنهايه. وايش في ايش في يعني انت مكيف الناس يزحفون عليك لو شنو مثلا؟ امزح. لا امزح امزح. لك عيني ليش تسوي ايش بي انت؟ ليش تسوي ايش؟ امزح. فالمهم يا شباب، طبعا احنا ويا كل واحد جديد يدخل للساحة لازم اول شيء نعطيه نصيحة، نشوفه ماخذ بالنصيحة نطب نطيح حظه. فالمهم يا صديقي، اعتبرني انا مثل اخوك الكبير بما انه انا اكبر منك، يعني قبل لا تبدي بهالمحتوى فكر بنمجا كور، فكر بلمار شلون قاموا يبكون، ويعني على مدكاني يا اخي عوف هذا المحتوى ما يفيدك، يعني لو بيه خير هذا المحتوى كاني سويته قبلك. فالمهم يعني مثل ما قلت لك، اذا ما تاخذ النصيحة نطب نطيح حظك. كيفك يا بس حكينا وياك عيني. اوكي، لا تتكلم عن الجمال وانت شكلك مو من علامات الساعه. شنو؟ طبعا اكيد كلنا نعرف انه علامات الساعه هو يوم القيامه، فيعني والله ما اعرف شو اقول، يعني ترى هذا كفر يا معودين. شنو شكلك مو من علامات الساعه يا اخي؟ بس فهمني، انت من ضحك عليكم وعلمك على هاي السوالف؟ انا مش هذا الحكي، ومن جد على هذا الحكي، شنو الحكي هذا؟ انا مش هذا الحكي. طبعا اوكي، خلينا نشوف الجمال. اوكي احا، شنو هذا الجمال يا اخي؟ جمالك هز الكرة الارضية هز. شباب طبعا طمنونا عنكم، شنو وضعكم بعد الهزة؟ يعطيكم العافية، احنا بالاردن عندنا هزة بسبب جماله مش طبيعي يا اخوان. الدول العربية الثانية طمنونا، شو الوضع انت وهزة؟ اخوي حمزة نفس الشيء قاعد بصير عندنا بفلسطين بغزة، كنا مفكرين انه هذا من طيارات الاسرائيلية بس طلع من عندكم. بالله عليك احكي لي، اتقي الله فينا يا شيخ. نطالب شركة تيك توك بفتح السماعة الصوتية لنعبر باب داخلنا. والله لو يسوون هاي مال صوتي يعني بالتيك توك، لا اشيلك زيج ارجعك اوكي ما اريد اكمل. يا اخي هذا غثه، حتى ما وجهه ما ينطاق، مو مقبول ابد. اوكي نكمل على والله ما اقدر، بس على مودكم راح اكمل. فوق خلينا نشوف شناشر لما يكون عمرك بس 15 وضاغط الناس بجمالك ودلعك. انت هذا وجه، بهذا وجهك ضاغط الناس بجمال؟ علي امك شنو هاللعبان نفس. ما اسوي يا شوفوا شلون لا ابوي متحمس حمس حا. وجهه مو راح، ما جاي يقتنع بوجهه. لما تكون انت اكثر ولد دلوع وكيوت بالعراق. اوكي والله مو هيج. شنو جاي سوته؟ انا اكيت ولد بالعراق، والله ان كرهت العراق من وراك. الله وكيلك، كرهت الكياتي وكرهت العراق وكرهت كل شيء. لما تكون اصغر واحد وبنفس الوقت اخيس واحد بعشيرتكم. اوكي جابك الخرك الخرك. استغفر الله العظيم،
استغفر الله استغفر الله يا اخي والله لو اني بعشيرتك لو اني شيخ عشيرتك اتبرى منك افصمك قبل اشقك شق قبل اطردك من العشيره ودقيقه شوف هالحركه والله مرضنا بيها ايش عندك ويا حركه يا اخي تلعب النفس عودي شن سالفة لا والله جديات ترى هالمحتوى معروف انه محتوى فاشل يعني هو يعرف يدرب نفسه انه جاي يسوي محتوى خايس وفاشل لما يكون عمرك بس 15 ومجن العراق بجمالك يعني جاي يكتب شيك وش يريد ما باش يسوي يا الله يعني هو جاي يشوف تعليقات ترى اكيد جاي يقرا التعليقات يشوف كلها سلبية التعليقات يعني ليش ما يوقف يعني كلهم ذول على خطا وانت على صح يا اخ بطل يرحم دينك بطل يعني جاي يشوف تعليقات يابا التعليقات كلهم ضدك والله جاي احلف لكم يعرف هو على خطأ يا اخ والله يعرف انه هو على خطأ بس هو هاي صارت مودة شباب صارت مودة يعني الواحد يجي يسوي له محتوى فاشل بعدين على اساس يقول انا تبت مثل ما قلت لكم بالفيديو راح شوف يعني صار نفس الشيء راح يصير هالفيديو شوفوه ورا 5 أشهر 6 أشهر من يصعد يعني من يصعد يصير ميز ما تنمر وكلها تنتقده وتحشي عليه وينعرف بعدين راح يجي يقول والله انا تبت يا اخي ذولا بنبدا اصلا لا تتابعوهم هسه راح اطقه حظر لا 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 الحظر ما انا احتاجه هذا شباب احتاجه لا 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 صاحبنا صاحبنا ما نسوي له حظر هذا نسوي براسه محتوى اوكي شنو اسم شخصيتك؟ اكثر حركه مشهوره يا اخي والله خجله بالقران الكريم فشله وخجلتونا قدام الكعبه نفس طبعا هذا يقولون انه مهرجان الانمي في النجف لا ما اتوقع هو بالنجف يعني هاي بس على مود الاسم يعني يريدون يضحكون وهيك دور يعني شنو متاثرين بالانمي لو شنو ايش فيش بيهم يعني اكتبوا لي بالكومنتات انه جاي يشوفوهم اشخاص عاديين لو اكو خطا بالموضوع يعني بس انا جاي اشوفهم هيك لو شنو اسم شخصيتك اكثر حركه مشهوره يعني انت كبير انت جاي تسوي اوكي شنو شنو اسم شخصيتك بح هذا اوكي أكثر حركة مشهورة. هذا نايم شنو؟ ميت هاي. قوم. شنو اسم شخصيتك؟ ناسيها. شنو اسم شخصيتك وشنو أكثر كلمة مشهورة؟ اسم شخصيتي ما دار حكيم المسارات. كلمة مشهورة مالتي كوتوم مو كامي كوتوم. شنو أكثر حركة مشهورة بهاي الشخصية؟ يا اخي كبار اللي قلت لك ذولا كبار طلاسمي جاي يسوي السحر بحر رورانو وزورو اكثر حركه مشهوره هذا زورو اكثر حركه مشهوره تبرى منك زورو بريء منك زورو ما يسوي شنو اسم شخصيتك سانجي هذا مو اسمك سانجي اي سانجي حركه مشهوره والله بالجقاره بجيبه شنو اسم شخصيتك هذوفي اكثر حركه مشهوره سابك شنو اسمك؟ شنو اسمك؟ أكثر حركة مشهورة زورو مين أكو زورو؟ شنو اسم شخصيتك؟ خرب شخصيتك إذا عندك شخصية والرب شنو اسم شخصيتك وشنو اسم شخصيتك؟ عاود فكنا هل شنو هذول يعني متأثرين بالأنمي لو متأثرين بالأجانب؟ يا اخي والله ما اعرف والله واكتبوا لي يعني شنو اسم شخصياتكم وشنو اكثر حركه مشهوره عندكم اقول لكم العراق راح يروح العراق بلد الحضارات المهم يا شباب طبعا انا كنتكم على الفيديو واقروا عفوا هاي السوالف الله وكيلكم تعالوا شوفوا فيديوي لازم انتم تكونون مفعلين جرس بقناتي من يجيكم اشعار مال فيديو مالتي طبوا علي اعطوا لايك شوفوا الفيديو وروحوا كملوا قرايه يعني لا تسوون غيري قرايه ودودي خلوا حياتكم جميله اوكي طبعا انا كنت فيديو يا شباب وبس ما اعرف شنو سي يو